وينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الرحمن ناجي. دكتور عبد الرحمن، تستمر ميليشيات الحوثي في خروقاتها اليومية، ما الذي تريده ميليشيات الحوثي من وراء هذه الخروقات المستمرة بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. ليس بجديد استمرار هذه الميليشيات الإرهابية في خروقاتها في الحديدة، وستستمر هذه الخروقات إلى ما شاء الله. نعلم جميعا أن هذه الميليشيات لا تراعي بشرا ولا حجرا ولا شجرا، ومسألة انكشاف أمرها أمام المجتمع الدولي كما بدأت حديثك أخي الفاضل. المجتمع الدولي يعلم جيدا ما تفعله الميليشيات، وبتواطؤ من المجتمع الدولي تستمر هذه الميليشيات في خروقاتها وفي عبثها وفي سيطرتها وسطوتها وجبروتها على كل المناطق التي تسيطر فيها. المجتمع الدولي مع الأسف الشديد لا يراهن عليه ولا يعبأ بما يحدث لا في الحديدة ولا في أي مكان آخر. لكن ما الذي ترمي إليها الميليشيات دكتور عبد الرحمن، ما الذي ترمي إليها الميليشيات من وراء كل هذه الخروقات حتى مستشفى 22 مايو، وهو يفترض محرم دوليا استهدافه، تم استهدافه؟ إذا ما الذي تريده هذه الميليشيات بالضبط؟ يا عزيزي، هذه الميليشيات ليس هناك محرم لديها، هذه الميليشيات ليس لديها سقف، هذه الميليشيات تستمي في الحديدة، وكما أسلفت أيضا في مقدمة النشرة، حجور كانت القاسمة الظهر بالنسبة لهم. هم يتخبطون، هم في حالة هستيرية، يحاولون أن يحافظون على ماء وجههم في أي مكان يتواجدون فيه. أقول لليائسين وأقول للمتخاذلين وأقول لمن يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا ووجلا من أن المجتمع الدولي يقف مع هذه الميليشيات، والله لو أن كل من في الأرض وقف معهم وكان الله سبحانه وتعالى واقفا معنا لن نكتفي بالله ولا ضير ولا ضير. هذه الجماعة طغت وبغت وأسرفت وأوغلت في الدماء اليمنية، والله ناصرنا. وأحب أن أقول دائما يجب أن لا نخرج المولى عز وجل من المعادلة، لأن الله سبحانه وتعالى هو العدل، والله سبحانه وتعالى هو الجبار المنتقم. وبالتالي أقول لكل المرتجفين اثبتوا فإن الله معنا وناصرنا. دكتور عبد الرحمن، على ذكر الدور الأممي الذي ذكرته أنت، المبعوث الأممي مارتن جريفيث قال أنه يجري اتصالات بالأطراف الموقعة على اتفاق ستوكهولم، ما الذي يبحثه جريفيث الآن؟ يبحث جريفيث عن استمرار هذه الميليشيات في العبث، يبحث جريفيث عن استمرار الوضع المأزوم في اليمن، يبحث جريفيث عن استمرار سيلان الدم اليمني إلى ما شاء الله. هو موظف دولي يتقاضى مرتبا باهظا، ومن مصلحته أن تستمر هذه المحنة التي يعيشها اليمانيون. لن يصلح حال اليمانيون إلا اليمانيون أنفسهم، وأدعو كل الأطراف السياسية أن تجتمع على قلب رجل واحد وأن تنبذ كل الخلافات الحزبية الضيقة، وأن يجعلوا المصلحة العليا للوطن هي ديدنهم وهي غايتهم وهدفهم، وأن يضعوا كل خلافاتهم جانبا وينحوها جانبا، ويراعوا الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن. صدقني لن يصلح حال اليمنيين إلا اليمنيين. دكتور عبد الرحمن، ربما مر عام أو مضى عام على تولي مارتن جريفيث مهامه كمبعوث أممي في اليمن، ما الذي حققه مارتن جريفيث خلال هذا العام؟ لم يحقق شيء سوى المراوغة، لم يحقق شيء سوى ما يظهره من أنه يحاول أن يمسك العصا من المنتصف بحيث لا ينحاز لهذا الطرف أو ذاك. هذا ما يحاول أن يظهره، لكن اليمنيون جميعا يعلمون أنه خصم وأنه ينحاز إلى هذه الميليشيات الإرهابية، لأنه بالفعل ينفذ إرادة دولية، وهذه الإرادة الدولية قلت لك الله ناصرنا والله فوق الجميع. الكثير من المراقبين دكتور ربما يرون أن الميليشيات الحوثية استفادت من إيقاف معركة الحديدة للتفرغ لقتل وإبادة أبناء حجور، أين الفريق الحكومي والشرعية من أبناء حجور؟ لماذا لا يتم الضغط من أجل إيقاف المعركة هناك كما أوقفت معركة الحديدة؟ هذا ما قلته مرارا وتكرارا، أن حجور أزالت أوراق التوت عن الجميع.
حجور مع الأسف الشديد بينت المستثمر وتمارس هذه العصابات أبشع الجرائم في حجور البطلة، رغبة منها في ترهيبها وترهيب باقي قبائل اليمن على أن لا يحذو حذوها. لكن الانتفاضة مستمرة، لكن الصمود مستمر، والأبطال في حجور يسندهم الله سبحانه وتعالى، خذلتهم الشرعية وخذلهم من في الأرض جميعا، لكن الله ناصرهم لأنهم يدافعون عن الحق، ونرى أننا على الحق بإذن الله، وستزول هذه الغمة عن اليمن بإذن الله قريبا وقريبا جدا. هذا ما تعشمه في وجه الله سبحانه وتعالى. الدكتور عبد الرحمن ناجي الأكاديمي في جامعة صنعاء، شكرا جزيلا لك.